في اليمن قتل 5 أشخاص وجرح 10 آخرون في انفجار استهدف تجمعاً لجنود يمني في منطقة الشيخ عثمان في عدن بحسب ما قالت وسائل إعلام. يأتي الهجوم في ثاني أيام الهدنة التي دخلت أمس حيز التنفيذ، ليضيف خرقاً جديداً إلى خروقات عدة شهدتها البلاد من جانب ميليشيات الحوثي وصالح. وكان 20 جندياً يمنياً قد لقوا مصرعهم السبت في منطقة أحور في محافظة أبيان جنوبي اليمن في هجوم نسب إلى مسلحين من تنظيم القاعدة، الأمر الذي نفاه جناح تنظيم القاعدة في اليمن.